متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب، والتي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأيضا خلال الأيام الأولى من عيد الفطر السعيد. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية لعموم مناطق المملكة ليوم السبت بإذن الله، حيث تسود أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة وحارة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث يستمر تأثرها بهطول أو بتشكلات رعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة. يوم السبت بإذن الله لا تغيير الحالة الجوية باستثناء ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة. تستمر المنطقة الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، كما تتأثر المنطقة الشمالية، أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية تحديدا، بأحوال جوية غير مستقرة أيضا مع تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو المتوسطة والعالية في هذه المناطق. يوم الاثنين درجات الحرارة ستعرف المزيد من الارتفاع في المنطقة الوسطى والشرقية، حتسجل العاصمة الرياض 40 إلى 26 درجة مئوية. تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وتتكاثر الغيوم الرعدية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. أيضا حالة عدم استقرار الجوي تتسع رقعتها في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، تشمل كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حفر الباطن، وأجزاء من منطقة حائل، بالإضافة للمنطقة الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء أيضا تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في عموم المنطقة الشمالية، مع نشاط في سرعة الرياح في منطقة تبوك، كما تكون هناك الفرصة واردة لهطول زخات رعدية من الأمطار في عموم منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، أيضا منطقة حفر الباطن، وصولا حتى منطقة حائل القصيم وعموم المنطقة الجنوبية الغربية، في حين تكون الأجواء حارة ومستقرة في المنطقة الشرقية والوسطى ومنطقة الربع الخالي. يوم الأربعاء أيضا تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطن وشمال الشرقية، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، في حين يميل الطقس لاستقرار في المنطقة الشمالية، ويكون الطقس مستقر وحار في باقي مناطق المملكة. يوم الخميس بإذن الله يعود الطقس للاستقرار مجددا في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، مع استمرار حارا في عموم المناطق، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية، وأيضا المرتفعات الغربية، تحديدا مرتفعات الطائف ومكة المكرمة. يوم الجمعة أيضا تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس حار ومستقر في باقي مناطق المملكة. تسجل العاصمة الرياض 42 درجة مئوية كحرارة العظمى، أما الصغرى 29 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. عيد فطر سعيد نتمنى للجميع، وإلى اللقاء.